Welcome to channel. My car. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا على قناه ميكا. من بعد الفيديو الاخير اللي هضرنا فيه على اقتناء سياره رونو اكسبريس عن طريق سلاف بتمويل من ار سي شركه اسست سنه 2005 100% تابع لمجموعه رونو. الدور ديالها هو تقديم حلول وخدمات ماليه لتسهيل عمليه اقتناء العلامتين التجاريتين رونو وداسيا، كما انها كتعتبر رائده في هذا المجال حيث تم تمويل اكثر من 26000 سياره سنه 2019، لكن هذه الأخيرة كتوضع شروط تعجيزية، من أهمها تسبيق ب 50% من ثمن السيارة، مدة سلف محددة في 60 شهر كحد أقصى، مصاريف شهرية للتأمين على السيارة اللي كيشمل فقط السرقة والحريق، مع ضرورة إضافة تأمين آخر للسير على الطرقات من بعد اقتناء السيارة. نظرا لهذه الشروط القاسية في حق المستهلك، البعض كيفضل عدم اقتناء والاستفادة من عروض RCE، رغم أن هاد الناس بغاو السيارة وقادرين يدفعوا الأقساط الشهرية للشركة، لكن المشكل هو التسبيق. لهذا السبب جبنا لكم حلول بديله لتمويل سيارتكم بدون تسبيق من طبيعه الحال، تسبيق زيرو درهم وبدون شروط معقده. نبداو على بركه الله. كيف ما كنعرفوا فسياره رونو اكسبريس فيها جوج الانواع، فيها رونو اكسبريس فان اللي هي صندوق ما فيهاش الكراسي اللور، ومن طبيعه الحال بدورها الفان فيها جوج ديال ليفينيسيون، فيها اللايف وفيها الاكسبلور. وكاين النوع الاخر هو رونو اكسبريس في بي، فيها الكراسي اللور وهي فيها ثلاثه ديال ليفينيسيون، فيها اللايف وفيها الاكسبلور وفيها لانتونس. اذا نبداو باول فينيسيون الفان واللي هي اللايف اللي صندوق من اللور وخاويه ما فيهاش لاكليم. فهاد السياره في الايام العاديه كانت كتباع ب 132000 درهم و 400، حاليا هي في عرض تخفيض ل 2600 درهم، الثمن ديالها بعد العرض هو 129000 درهم و 400، غادي نزيدو عليها مصاريف ترقيم السياره هو 5254 درهم، ونضيفو عليها ايضا مصاريف الصباغه اللامعه، غادي يوصل الثمن هو 139000 درهم و 154. هذا الثمن من طبيعه الحال هو الثمن الاخير اللي ما غاديش تزيد من بعده شي حاجه اخرى، شي مصاريف اخرى. الا بغيتي تاخذ هذه السياره عن طريق السلف بدون تسبق نهائيا، ما تسبق حتى شي ريال، فغادي يجيك القسط الشهري هو 2036 درهم فاصلة 18 المدة ديال 84 شهر. ندوزو حاليا لافينيسيون الثانية في الفان واللي هي الاكسبلور، الثمن ديالها في الايام العادية هو 139000 درهم، حاليا هي في عرض بناقص 2700 درهم، الثمن كيصبح 136000 درهم 300 من بعد العرض بطبيعة الحال. غادي نضيفو على هذا الثمن 5254 درهم ديال لوحة تلقيم السيارة، غنضيفو عليه ايضا الثمن ديال الصباغة اللامعة اللي محدد في 4500 درهم، غادي يرجع الثمن ديالها من بعد العرض ومن بعد اضافة جميع المصاريف 146000 درهم و 54، وهذا هو الثمن النهائي ديال هاد السيارة، ما غاديش تزيد عليه شي مصاريف أخرى. إذا الاستفادة من سلف بدون تسبيق غادي تجيك بقسط شهري ديال 2137 درهم فاصل 14 المدة ديال 84 شهر. نمروا حاليا لسيارة رونو اكسبريس الفي بي، اي هذه اللي فيها الكراسي اللور كيف ما كتشوف الصوره، ففيها ثلاثه ديال الفينيسيون كيف ما قلنا، لايف والاكسبلور والانتونس. نبداو بالسياره الاولى واللي هي لايف، هذه من طبيعه الحال ما كتجيش فيها لاكليم، الثمن ديالها في الايام العاديه هو 138000 درهم، حاليا هي في عرض بناقص 2700 درهم، مع اضافه ثمن ترقيم السياره اللي هو 5254 درهم، واضافه مصاريف الصباغه اللامعه اللي هو 4500 درهم، الثمن كيرجع من بعد الخصم وإضافة المصاريف الثمن كيبقى هو 145000 درهم فاصل 54، وهذا هو الثمن النهائي ديال السيارة. لاقتناء السيارة بدون تسبيق غادي تجينا بقسط شهري ديال 2122 درهم فاصل 51 المدة ديال 84 شهر. نمرو حاليا لافينيسيون الثانيه في الاكسبريس في بي واللي هي الاكسبلور، هاد الاكسبلور فيها لاكليم وما فيهاش ليكرون تاكتيل، لان جاوني بعض التعاليق في الفيديوهات اللي سبقوا كيهضروا على ان الاكسبلور فيها ليكرون تاكتيل، فالشركه كتاكد على ان الاكسبلور ما فيهاش ليكرون تاكتيل. نكملوا الشرح ديال ثمن السياره، في الايام العاديه كانت كتباع 148000 درهم، حاليا هي في عرض بناقص 2900 درهم، الثمن من بعد العرض هو 145000 درهم و100، غنضيفوا عليها مصاريف ترقيم السياره اللي تحدد في 5254 درهم، مع زيادة مصاريف الصباغة اللامعة اللي هو 4500 درهم، فالثمن كيرجع هو 154000 درهم و 854 كثمن نهائي ديال هاد لافينيسيون هادي. مع إمكانية اقتناء السيارة بدون تسبيق ففي مدة ديال 84 شهر غتجينا بقسط شهري ديال 2265 درهم فاصل 91.
نمر حاليا لاخر فينيسيون اللي هي لانتونس، الثمن في الايام العاديه هو 162 الف درهم، من بعد العرض نقصوا فيها 3200 درهم، الثمن رجع هو 158 الف درهم و800، باضافه ثمن الصباغه اللامعه هو 4500 درهم، ونضيف على ايضا ثمن لوحه ترقيم السياره اللي تحدد في 5254 درهم، فكيرجع الثمن النهائي هو 168 الف درهم و554. هذا هو الثمن الاخير اللي ما غاديش عليه شي حاجه، ففي مده ديال 84 شهر غادي نبقى الشهري هو 2466 درهم فاصلة 37 بدون تسبيق. من طبيعة الحال الأثمنة اللي مدرجة في الفيديو هي مصرحة من طرف الوكيل الحصري للعلامة التجارية رونو وداسيا كيف ما قلنا في كازا في عين السبع. حتى هنا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبتك الحلقة ما تنساش تشارك بالقناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك دائما الجديد. إذا استفدت من هذه الحلقة خلي لنا زر الإعجاب، وإلى اللقاء في فيديو جديد.